في بغداد أبدى مواطنون تخوفهم من ازدياد حالات الخطف والجريمة المنظمة، مطالبين عبر قناة الفلوجة الحكومة العراقية بوضع خطط أمنية فاعلة. كمواطنين عراقيين نتخوف من هاي حالة الخطف اللي جاي يصير بالعراق بغداد، نطالب من الحكومة نتوفر الأمان، تشدد هاي النقطة خاصة الأمان حتى نحفظ كل أولادنا. شو كل العوائل قامت تخاف من هاي الحالة؟ جرائم الخطف في العراق أصبحت جريمة متفشية نتيجة حب الابتزاز والصراعات السياسية والصراعات الدينية والصراعات العشائرية والأطماع الشخصية في الخطف. إحنا نتخوف من عمليات الخطف اللي تصير ببغداد حاليا واللي يعني شهدت بالآونة الأخيرة كثرة، ونطالب من الجهات الأمنية والجهات المختصة يعني علاج لهذا الموضوع. بس احنا في بعض المرات نشوف يعني الناس تقول انه نطالب بس ماكو حل دا يصير فعلي.